السلام عليكم. اليوم غادي نصوب لكم فرماج، فرماج ديال الدار. دابا سيدنا رمضان ان شاء الله الابواب، وكلشي كنديروا تقريبا فرماج، ها لي كيش، ها لي بيتزا، ها رغيف معمري، كلشي بالفرماج. وكتعرفوا الثمن ديالو شويه قاصح، فالا بغينا نديروه في الدار غيتقام علينا رخص وحسن. انا في نظري غنبداو على بركه الله، نتمنى الله الله يعجبكم ويصدق لينا مزيان انا وياكم، لان اول مره غنصوبو. وبغيت نشارك معكم واحد السيده صاحبتي تونسيه كنحييها من هذا المنبر، هي اللي وراتو ليا. دابا اليوم غادي نستعملوها انا وياكم على بركه الله. بون، كنديرو في الخلاط كهربائي، كنبداو بكاس الزيت هو الاول، كاس ديال العنبه. كلشي غنعبرو ديال كاس ديال العنبه، كاس ديال الزيت هو الاول. ها هو كنزيد عليه كاس د الماء، من الاحسن يكون في الثلاجه الماء بارد باش كيطلع لنا كيطلع زوين. كاس ديال الماء ولا كاس ديال الزيت ديال الماء، نضربوه مزيان، نمشيو دقه انا وياكم ونتمنى الله يصدق لنا الفرماج. بسم الله، فوالا. البيضات غنزيدو بيضة بيضة، بوحدة بوحدة، غندير وحدة ونطربو شوية ونعاود ندير الأخرى ونطرب وأنا غادية. دونك ثلاثة البيضات أنا درتهم، غندير الملحة على حسب الذوق، من بعد ذوقو. أنا درت تقريبا نص معلقة صغيرة، معرفتش شحال، ولكن المهم درت نص معلقة صغيرة. ياك من بعد قلنا غنديرو كاس ديال الحليب غبره، تقريبا داك الخنيشه ديال الحليب غبره اللي كتباع 3 دراموس تقريبا هي هذه، كتجيني كاس هي غنديرها. غنزيد معها كاس ديال النشا، عبر واحد عندي كيسان عبر واحد كاس ديال النشا، حتى هو غنزيدو غنطرب باش تجمع ليا كلشي. غادي نزيد معاه كاس ديال الفرماج محكوك، كاس تقريبا غتقول 10 دراهم، تقدر 10 درهم تقريبا غتجيب لك كاس ديال الفرماج محكوك. نزيدو معاه ايوا كاس ديال الفرماج المحكوك، غنطربو داك طحين الجناب، نسق ليا هو الحليب غنمشي يتطحن ليا مزيان باش ميبقاش فيه حتى حاجه، منحتاجوش حتى نصفيوه. الا طحناه مزيان منحتاجوش حتى نصفيوه، بقاو في ليك داك الحبيبات الصغارين يمكن لك تصفيهم. واش هي هاديك؟ خليها من حاجة هي هاديك. دابا العملية الثانية هي بغيتو ديروه في هداك الطويل ديال الكيك، هداك ديال الكيكة ديال الطويلة، بغيتو ديروه في شي حاجة مدورة،
انا غنديرو في هادي، هادي عندي ديال كاشير، الا عقلتو عليا شحال هادي كنا كنشريو هادي ديال كاشير، درت في هادي داكوغ. دوك هنا غنديرو، درت الما يطيب، هاديك صاحبتي قالت لي ديريه في الفران لمدة ساعة، ساعة ونص وبا ماغي، وديريه في الفران. انا كيعجبني داكشي ديال الزربة، مكنبقاش نتسنى، دونك درت الما غليان وغنديرو في الما غليان وغنقص عليه العافية مهيلة وغنخليه يطيب بشويه بشويه. انا غادي ندهنو شي شويه هاديك البواطه ديالي، غندهنها شي شويه باش ما يسقلياش، باش نكون راني اوفيت هكا. غندهنها وعاد غنكبو فيها وغنديرو في الباماغي يطيب. بسم الله. الا بقى لكم داك الحبيبات انا قلت لك من الاحسن صفيوه، انا ما بقاليش، ولكن سبحان الله الا بقى لكم شي حبيبات بعض المرات كيكونوا لاصقين في سميتو ديروه صفيو. بون، عندي الطنجره مغلي، 6 طنجره مغليان دابا عندي، غنديرو وغنقص عليها العافيه وغنخليه يطيب على المهل ونشوفوا النتيجه من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. كلشي كلشي يدوز بخير وعلى خير. ها هو واجد، شتي كي جا؟ ها جا زوين، جا زوين. تنقطع لكم طريف غتشوفوه، ها كيتقطع بسهوله. ها هو شتي، ها هو باسي غيفسي. دابا اش كنديروا له؟ كنغطيه، غنغطيه مزيان، غنغطيه بالمنديل انتي هكا، نغطيه مزيان باش كيشرب شويه ديك ديدان، نديرو في القلم نتاع هكا، ونخليه ليله كلها في الثلاجه باش كيشد راسو مزيان. نخليه ليله كامله في الثلاجه صافي، ونبقى نستعملو، نبقى نجبد بطريف طريف وكنستعملو. نجيو نشوف تقريبا داك الما، داك المقادير شحال عطاتني، الخير والبركة. داك المقادير شحال عطاتني، الخير والبركة، هاهي تقريبا تقام عليا بخمسة وعشرين درهم، حسبتها تقريبا هاد الطرف كامل تقام بخمسة وعشرين درهم. دونك خمسة وعشرين درهم ماشي ديال كاتشي، راه الخير والبركة إن شاء الله. ونتمنى الله يعجبكم ونكون عند الحسن الظن ديالكم وبشجيعاتكم، انا فرحانه بكم بزاف بزاف بزاف.